موضوع حلقتنا لليوم عن العمل التلفزيوني والدرامي. دراما كمرآة أراد صناعها تثبيتها أمام المجتمعات والوجود البشري والنفوس البشرية لنميز بين القبح والجمال. وفي رمضان عشنا حقيقي مع الفن العربي ومع كل القصص اللي بتقدم حياتنا كل يوم. 52 مليون مشاهدة خلال الأسابيع الأولى لبنات صالح. مسلسل شكل حضور مهم في وجدان المشاهد العراقي في الشارع العراقي وأيضاً العربي. عمل الدرامي الذي لا يثير الجدل لا داعي له. ولازم يحصل زي ما تقولي عشرة ما بين فاتن أمل حربي وشكيب الإسكندراني بحكم إن هي بتشوفه كل يوم. وطبعاً السلوغان بتاعنا خد نصيحة مجاني وتعالى تاني. بيت للكل الليلة 11:30 مساءً في رمضان على قناة مصر الأولى.